عشان مصر كلها بتفرح وبتحتفل بافتتاح قناة السويس الجديدة. وهنبدأ يومنا النهاردة ومعانا وبنرحب بالأستاذة الدكتورة جيهان رجب عميد كلية الطب البيطري بقنا. أهلا وسهلا بحضرتك معانا. أهلا وسهلا. طبعا جمال جمال. عايزين أول حاجة نعرف من حضرتك إيه شعورك بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة؟ والله هو شعور لا يوصف، شعور جميل جدا وسعادة مش عايزة أقول لك، ما يعني كنت سعيدة يعني بالسعادة اللي أنا سعتها بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، وحقيقة في احتفالية جميلة جدا. حضرتك شاركت في الاحتفالية؟ اه شاركت فيها الحمد لله. ايه شعور حضرتك كنت تشاركي في سعيدة جدا بتاعتنا؟ كانت في مسيرة جميلة جدا، كانت بقيادة أستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعتنا، والسادة العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، والسادة الموظفين والإداريين والعاملين في الجامعة. كانت مسيرة رائعة جدا، وكان فيها علم مصر ووقعنا كلنا عليه، وكل واحد أبدى ووقع الكلمة الجميلة اللي يحب يقولها للناس افتتاح المشروع، فكنا سعداء جدا حقيقي بالامس، وما زلنا سعداء النهارده بالافتتاح، وحنبقى سعداء حقيقي يعني بالمشروع الجميل ده. طبعا. طيب يا دكتوره، قناه السويس الجديده هتزود الدخل لمصر او اقتصاد مصر بنسبه 259%. شايف ازاي حضرتك ده ممكن ياثر على مصر ومستقبل مصر حاليا وفي المستقبل؟ هو اولا انا احب الاول اقول ان مشروع قناه السويس الجديده ده انجاز واعجاز، ده عرس وطني دولي، وإن دي هدية قناة السويس الجديدة للعالم كله بتهديها مصر. أولاً مشروع قناة السويس الجديدة ده هيوفر فرص عمل كبيرة جداً للمصريين كلهم وللشباب بالأخص. تاني حاجة كمان إن قناة السويس هيبقى فيها مشاريع كثيرة جداً بالنسبة لتخصصي كطب بيطري، طبعاً هيبقى فيه مزارع سمكية ومزارع الثروة الحيوانية، دي بتوفر فرص عمل كبيرة جداً، وكمان ممكن بيبقى بجانب المزارع دي هيبقى فيه مشاريع بحثية، لأن دي طبعاً يعني مجال كبير جداً للثروة السمكية والثروة الحيوانية، فدي هتوفر يعني نسبة كبيرة جداً يعني كتوظيف وفي نفس الوقت للعمالة، فمشاريع جميلة هتفيد حقيقي المصريين كلهم. ان شاء الله. ونوجه الشكر كمان لرئيسنا الحبيب السيد عبد الفتاح السيسي، والسيد رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، والساده العاملين والقائمين على مشروع قناه السويس، لانهم حقيقي يعني ده تصريح انا سمعته وكنت سعيده بيه جدا امبارح، الفريق المنيش قال ان ما فيش عامل وكان بيشتغل في مشروع قناه السويس خد يوم واحد اجازه، الكل كان قائم وما كانش بياخد اي يوم اجازه، فده حاجه بتثبت ان المصريين حقيقه لما بيبقى عندهم عزيمه وعندهم تصميم واراده على تصميم او ان هم يعملوا اي شيء ناجح اكيد بيعملوه بجدارة. بيعملوه بجدارة وبجدارة حقيقية سعيدة يعني. طب حضرتك عارفة ان الفرق بين قناة السويس وقناة السويس الجديدة، ان قناة السويس الجديدة هتكون في اتجاهين الشمال والجنوب، ازاي ده ممكن يزود من دخول السفن او يخليها تسير بشكل اسرع وافضل؟ ده طبعا الاتجاهين دولت يعني فرصة احسن من لما كان اتجاه واحد، لان اتجاه واحد كان بيخلي بعض السفن بتتأجل او بتتعطل هي لما بتمر سفن معينة او ليها حمولة معينة وبعدين تمر السفن الثانية، لكن الاتجاهين ادى فرصة ان السفن ما تتأخرش او تتعطل وتمر في نفس الوقت، فبالتالي ده بيزود الدخل لمصر، ان بيزود عدد السفن اللي بتدخل بالتالي يعني بيزود اقتصاد مصر. اكيد طبعا. طب حضرتك عارفه ان قناه السويس الجديده حفرها بعمق اكبر من قناه السويس اللي كانت محفوره سابقا. طيب ازاي ده ممكن يخلي السفن اللي هي بتحمل حموله كبيره او بتشيل حموله كبيره، ازاي ممكن تخليها انها تدخل في القناه بشكل بسرعه اسرع؟ ما هو العمق الاكبر ده بيدي فرصه للسفن، لو كانت في الاول العمق مش كبير بيبقى سفن معينه بحموله معينه فقط ما تقدرش تدخل سفن بحموله اكبر، لكن السفن اللي بتبقى دلوقتي هتقدر تدخل بحموله كبيره، والحموله الكبيره دي طبعا بيبقى ليها يعني مدير دخل على مصر، لان يعني ما كانش الاول بتقدر تدخل، فالعمق ده هو ده لوحده بيدي فرصه ان السفن اللي هي الحموله الكبيره دي تقدر تدخل من مختلف دول العالم كلها، فطبعا بتدي فرصه للاستثمار وفرصه للدخل في مصر هنا الحمد لله. طبعا الاستثمارات دي هتعود على جميع الفايده طبعا، سواء المصالح الحكوميه او الخاصه او الطلبه او كل الفئات. طيب ازاي ممكن جامعه جنوب الوادي او طلبه جامعه جنوب الوادي يساهموا في ارتقاء الدوله او يساهموا في ارتقاء قناه السويس الجديده، ازاي ممكن يعملوا كده؟ هو اولا طلب جامعه جنوب الوادي الحمد لله راحوا اكثر من زياره اثناء مراحل العمل في قناه السويس، وكان سياده الرئيس موجود معاهم وحقيقي كانوا سعداء جدا. دلوقتي لما انتهى المشروع خلاص والحمد لله وظهر وخرج الى النور، طلب جامعه جنوب الوادي اللي هم خريجين الكليات بالذات الكليات اللي هي العمليه بجانب الكليات برضه النظريه، ممكن ان هم يشاركوا على الطريق العمل هناك،
يعني بقى في فرص عمل كثيره جدا، وغير العمل كمان ممكن الدراسات العليا بيعملوا ابحاث، الابحاث دي بتفيد في من ناحيه الاستثمار، او من ناحيه ان الابحاث دي بيقوموا بعملها سواء الكليات اللي زي كليات العلوم وكليات الطب البيطري، الابحاث دي نفسها بتفيد البلد برضه، فهتبقى مجال الابحاث كويس جدا يعني. طيب دلوقتي بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، هنشوف مصر تانية، مصر الرائدة بين الدول العربية كما كانت وحاليا ومستقبلا إن شاء الله، إزاي ده ممكن يغير نظرة العالم لينا؟ ده أنا متأكدة نظرة العالم كلها اتغيرت يعني بمناسبة افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، لأن ده طبعا إنجاز، كون إن هو الإنجاز ده يتم في سنة، كان الأول على 5 سنين، طبعا على 3 سنين، على 2 سنين، لكن سيادة الرئيس أصر وقال أنا عارف عزيمة المصريين، وإن إحنا هننجزه في خلال سنة، والحمد لله تم إنجازه، فدي بتثبت عزيمة المصريين الكبيرة، وده تحدي للعالم كله إن مصر بتعمل أي شيء قادرة إنها تعمله ويفيد مصر ويفيد العالم، فعلا بتنجزه وبتقوم بيه، فده أكبر تحدي. والنهارده كمان شايفين ان الدول العربيه كلها ما شاء الله الدول العربيه بتشاركه وفرحه والامراء ورؤساء الدول، فدي حاجه جميله جدا يعني ان هم جايين مصر وحاسين يعني ان ده فخر للعالم كله وفخر لمصر اولا. طب ممكن اعرف من حضرتك ايه رساله حضرتك للجامعه الجنوب الوادي، عايز تشوف فيها ايه مستقبلا، عايز اشوف ايه جامعة جنوب الوادي؟ هي الرسالة اللي أحب أوجهها يعني للطلبة إن هم يشتغلوا ويجتهدوا ويجتهدوا، وإن يعني مفيش حد بيجتهد ويجتهد وبيضيع اجتهاده ده هباء، لا حقيقي بيثبت قدراته، وجامعة طلبة جامعة جنوب الوادي على فكرة بتتفوق ودايما متميزة في مختلف المجالات، سواء في معسكرات إعداد قادة أو في مجالات بتبقى فرص منافسة على مستوى الجامعات المصرية، بتبقى هي الرائدة وبتحصل على المستوى الأول في معظم المنافسات، فده بيبقى حقيقي فخر يعني. أنا ببقى فخورة جدا لما بقول أنا عضو هيئة التدريس في جامعة جنوب الوادي، لأن عارفة إن الجامعة بتحقق يعني نجاح كبير جدا تحت طبعا رئاسة الدكتور عباس منصور مثلا، وموقع الجامعة موقع الجامعة جميل جدا وحلو جدا خالص، وبالذات في اللي هي قناة جامعة جنوب الوادي والقناة الجديدة اللي اتعملت ان انجلش، فدي كويسة جدا بتدي فرصة للي عايز يطلع ويعرف أخبار الجامعة سواء من سواء مصري أو غير مصري، بيقدر يشوفها باللغتين اللغة العربية واللغة الإنجليزية، فده حقيقي إنجاز وإعجاز برضه لجامعة جنوب الوادي على مستوى الجامعات المصرية. طب ايه رسالة حضرتك للشباب بصفة عامة؟ ازاي ممكن يقدروا يبنوا البلد؟ الشباب بصفة عامة ان ما يستناش اي شاب يقول انا استنى لما تجي لي فرصة العمل لحد عندي، لا لازم هو يسعى ويجد ويجتهد ويبتكر، ابتكارات الشباب بتبقى جميلة جدا وهتفيد حقيقي مصر، واحنا بنشوف كل يوم والتاني ابتكارات، وتلاقي طلبة صغيرين مش شرط طلبة جامعة، ده طلبة ثانوي بيعملوا ابتكارات، حقيقي الواحد يقول العقول المصرية بخير حقيقي. شكرا لحضرتك معايا دكتورة، نورتينا النهارده جدا، والف مبروك لمشروع قناة السويس تاني علينا كلنا المصريين وللعالم كله. شكرا العالم فاصل.